استراتيجية وطنية البيئة لها إطار شامل، نتكلم عن الاستدامة الاقتصادية، الاستدامة البيئية، التنوع الاقتصادي، والرفاه الاجتماعي والمشاركة المجتمعية. هذا بشكل عام نتكلم عن بعد 2018. تم طبعا بعد الاستراتيجية الوطنية البيئة هذه كان يستلزم وجود من هم المنفذين هذه الاستراتيجية الوطنية. وضعنا استراتيجية وطنية، من هو المنفذين؟ وتم تأسيس 5 مراكز بيئية متخصصة. هذه المراكز دورها الأساسي هو تحقيق هذه الاستراتيجية الوطنية. 2016 و17 بلا شك هو كان عام صعب لنا جميعا، بحيث نقيم وين وي ار الان، احنا وين احنا فيه بالضبط. وجدنا انه اذا شفناه كبوبوليشن، زياده عدد السكانيه، في زياده 135% خلال 30 سنه الماضيه. بالنسبه ايضا وجدنا بالنسبه للجي دي بي 266% زياده خلال 30 سنه الماضيه. لكن الوضع البيئي لا زال يعاني وفي تدهور، لم يواكب هذه التنمية الاقتصادية وزيادة السكان. الآن ترى عشان بس للتعريف، هذا مركز الملك خالد للإكثار كان في الحي، وهو يمكن أقدم مركز عندنا موجود، وضخ جميع الكائنات في المملكة ترى من هذا المكان. لما جيت الحياة الفطرية بدأت أنا أشوف أمامي تحدي هو البابون من أول ما بدأت، وكان معي الوزير all the time يكلمني على البابون، وكان يقول شوفوا حل، شوفوا وش المشكلة كيف نعالجها. بدأ المركز وأول مشروع بدأنا فيه هو دراسة البابون. أنا ما أقدر أعالج مشكلة عمرها 50 سنة في يوم وليلة، لازم أعترف بالشيء هذا، يحتاج وقت فيها. فبدأنا فعلا في دراسة البؤر والمناطق المتضررة، بس كانت عندي منطقة جدا حساسة هي المشاعر. المشاعر أمامنا تحدي كبير، هو إيش؟ إني كيف أشيل البابون من جبل سعد أو ميناء أو مزدلفة أو حفرات. حتى أذكر في حجم الحجة اللي قبل سنتين كان البابون في ميناء يمشي مع الناس ويأذي بعض الحجاج ويصلك شنطهم، طلعت مقاطع شفتوها الكل. فكان أول تركيز أمامنا دراسة المشاعر، كم الأعداد الموجودين فيها وإيش البؤر؟ من عالجها بسرعة، وفعلاً عالجناها 20-23 حج. أنا منزل 9 فرق في الحج من عندي من الشباب لمتابعة البابون، ما وجدنا 6 فقط.